استغربت لما جات لي رسالتك، مش من رسالة، استغربت من المكان. ما كنتش أعرف إن أنت بتحب تيجي هنا. يا ترى إيه سر؟ ولا سر ولا حاجة. المكان هنا جميل، هادي ورايق ويساعد على التفكير. بس اللي يبص لمصر من هنا يلاقيها بقت بتشغي وحاجات كتير فيها اتغيرت. ولا اتغيرت ولا حاجة، كل حاجة زي ما هي. الحق هيفضل حق على طول، والباطل هيفضل برضو باطل على طول. بص كويس يا طارق بيه، بص على العماير والشوارع والعربيات، مليانة ناس، وكل واحد في الناس دي عنده حكايات ومشاكل ولحظات حلوة ولحظات وحشة، ومع ذلك كلهم بيبتسموا ويضحكوا ومستنيين بكرة اللي أحلى. وبكرة يبقى أحلى مادام فيها رجالة زيك. بس البلد ما تشلناش إحنا الاتنين. إحنا مين بقى؟ خلينا نمشيها الخير والشر. لو مفيش شر هتعرف الخير من إيه؟ ازاي؟ ما اصلها مش جنه يا طارق بيه، واحنا مش هنسيبها لكم تخلوها نار. انت ليه حاسبني على الشر؟ انا مش مع الشر، انا مع الحق. بس المشكله انه مش دايما الحق بيبقى خير، بس الباطل دايما شر. لو انت متاكد اني باطل ما كنتش جيت. انا جيت عشان شغل، بس بالتأكيد احنا مش صحاب. مصر حلوة طول عمرها، بس يا ريت ما تكونش شايفها حلوة علشان انت باصص لها من فوق. حتى وانا في اصغر حارة بشوفها حلوة، انما انت بقى ما جربتش تشوفها من هناك. انا شفت مصر من كل حتة، مفيش شبر في البلد دي إلا وكعبي معلم فيه. أكيد أنت عارف إن أنا وزين الله يرحمه جايبينها من تحت قوي، ما ابتديناش كده يعني. طبعاً، ما أنتوا شغلكوا بيكسب فلوس كتير. فعلاً، شغل التصدير والاستيراد بيكسب فلوس كتير، بس تعرف إيه أكتر حاجة كسبناها أهم من الفلوس؟ الخبرة ومعرفة الناس. مش بيقولوا معرفة الناس كنوز؟ تخيل بقى إنك تقرأ وشوش الناس وتعرف طبيعهم ونفوسهم واللي مستخبي فيها. كنوز فعلا. أنا بسأل نفسي دايما سؤال، أنت ليه أنت واللي زيك اخترت الطريق ده؟ ليه ما تعيشوش وسط الناس بعيد عن الخطر؟ مش كل الناس شبه بعض يا طارق بيه، في ناس وناس، وربك خلق الكون ده على قانون أساسي، الصراع، حاجات بتعيش على حاجات. الناس اللي انت بتحكي عنهم دول لو ما كانوش موجودين ما كنتش هتقعد على مكتبك، يعني وجود سعادتك مرتبط بوجودهم، عشان كده يا ريت ما تستقلش بيهم، بالعكس ده انت لازم تحترمهم. استقلش بيهم انما احترمهم؟ بالتأكيد لا. وليه لا؟ هما بيعملوا اللي بيفهموا فيه وانت كمان بتعمل اللي بتفهم فيه. هما ما يقدروش يعيشوا زيك، وانت كمان ما تقدرش تعيش زيهم. هما اللي حواليك ما لهمش تمن عندك؟ اكيد بتحب ابنك ومراتك يا طارق بيه، مش كده؟ اكيد. طب ما سألتش نفسك ليه هي اختارت انها تربط حياتها بيك، برغم انها عارفة ومتأكدة انه في اي لحظة ممكن الباب يخبط، تفتح تلاقي خبر موتك مستنيها.
أنا برضو اللي معايا كده اختاروا إنهم يربطوا حياتهم بيا، وأنا ما كدبتش عليهم. أيوة بس أنا لما أموت أهلي هيفتخروا بيا، إنما أنت لما تموت هيستخبوا معارك. لا، أنا برضو لما أموت أهلي هيفتخروا بيا، وأنا ما أعتقدش إن أهل سعادتك بيحبوك أكتر ما أهلي بيحبوني. أنت عايز أسلم؟ رغم إن أنت ما ردتش الهدية اللي فاتت، بس أنا برضو جايب لك هدية تانية. بمناسبة إيه؟ بمناسبة إنك بتدور على حاجة وعمرك ما هتقدر توصل لها، وأنا عشان بعزك قررت إني أوصلها لك بنفسي. دليفر يعني؟ دليفري من مطروح. عنك عنك يا امي. يا سلام، هي دي القهوه ولا بلاش؟ انا مجهزه كل حاجه، يا دوبك هتولع السبرتايه وتحط الكنكة عليها. طول عمرك جاهزه من مجاميع. ده لابوك الله يرحمه كان هو اللي معلمني النظام. الله يرحمه. عارف يا طارق، ابوك متجوزني وانا صغيره، ولا كنت بعرف اعمل حاجه في اي حاجه، ده حتى هو اللي معلمني الطبيخ. كل بعد ما يخلص أكل أقول له إيه؟ إيه الأخبار؟ عارف يرد علي ويقول لي إيه؟ تسلم إيدك، الأكل جميل يا ست الحلوين كلهم. أنت يا واد يا طارق بتتريق على أمك؟ أبداً والله يا أمي، أصل أنت حكيت لي الموضوع ده مليون مرة قبل كده. وهحكي كمان. عارف ليه؟ لأن أبوك الله يرحمه عمره ما كسر بخاطري، كان دايماً يقول لي على أي حاجة حتى لو كانت وحشة يقول لي حلوة. كان طول عمره مجامل، مش زيك انت. يلا ماما، مين اللي شال صورة حسام من هنا؟ الصورة وقعت انكسرت، ولما اجيب لها برواز جديد هعلقها مكانها تاني. مالك يا طارق؟ هو انا يا ابني على طول شايفاك كده حزين، عمال طول الوقت تأنب نفسك من بعد اللي حصل لحسام أخوك؟ إذا كنت أنا أم واحتسبت عند الله شهيد، وأنت أخوك كبير عمال تأنب في نفسك، واقف دنيتك وحياتك علشان إيه؟ علشان ذنب أنت ما عملتوش. أرجوك يا أمي رجعي صوت حسام مكانها. جمعت كل الطلبات يا عواد؟ كله تمام يا شيخ. طب روح ساعد الرجال، خليهم يجيبوا غنمها يذبحوها ويعطوها للحريم يسووها. أمرك يا شيخ. عواد، ما ودي أي غلطة، ود الضيوف يحبوا المكان ويعودوا مرة تانية. ما صدقنا السياحة عودت مرة تانية. السياحة لو انضربت يا عواد إحنا اللي بننضر. خلينا نشوف أكل عيشنا. ما تشغل بالك يا شيخ. يلا قحلة. نعم يا اخوي. وين سلام وعساف؟ سلام بيجمع الاغراض مع الرجال بالبر، وعساف لسه نايم على فرشته. ابعتي لحد يفوجها ويقول له ان انا اللي بعت له. الشغل كتير والضيوف على وصوله. امي حاضر. مبروك يا عبد حميد، عقبال ما نشوف خلفتكم يا رب. ده عشم ابليس في الجنة. فارس ما يصحش كده، افهد وشك شوية. أنا مخلوقك ده، وشي مكرمش. والله لايقين على بعض، ولا إيه يما؟ طبعًا، جمرين. بسم الله ما شاء الله.
ملونين وحلوين، ربنا يحميكم. بشوفك وانت بترمحي ما يشوفكيش دلوك. بترمحي مع مين يا بنت عايشة؟ لا يما، ده فارس بيهزر. بيهزر؟ لا ده انا برمح معاها يا عمتي. مبروك يا عبد الحميد بيه. طب ليه من لسانك بقى ونقطنا مسكوتة؟ عندك حق، خليني ساكت احسن. مبروك يا عروسة. تحب نقوله يا عروسة ولا نقول يما؟ مبروك، ألف مبروك. مبروك يا خالة. الاسطوات اللي بعتهم الحاج زكري ما شاء الله عليهم، جددوا كل حاجة في ثواني، ربنا مسهلها لك يا حازم بيه. الحمد لله، ولولا عم طنطاوي برضه ما كناش أنجزنا كده. العفو يا أستاذ حازم، ده شغلنا، وبعدين الحاج زكري موصيني. لا مش عم طنطاوي لوحده، والباشمهندسة شمس، لولاها ما كانش المصنع اتركب بالسرعة دي. ولعلمك عدوة الكراكيب الأولى، أي مكان قديم بتفوره وتجدد مكانه. أوعى تكون دخلت الأوضة القديمة. لا يطمن، اوضتك القديمه زي ما هي وكراكبها. المهم دلوقتي ان مسؤولين الماركتنج يجيبوا لك العقود عشان تبدا في التصنيع. ولا ناوي تركن؟ لا اركن ايه؟ انا عملت الصعب. طب استاذن انا يا جماعه، في مكانتين مش شغالين، اروح اقف مع مستوات. اتفضل يا عم طنطاوي. انا هعمل جرد لكل الشركات القديمه بتاعتنا، وهتصل بالتجار اللي بيوردوا لنا الخامات اللي كانوا بيتعاملوا مع الحاج زين العطار، واكيد هلاقي ناس منهم يرضوا يتعاملوا معانا. ان شاء الله. انا اذنكم. اتفضل. أنا عملت تصميمات وطبطبة. هو حاجة جميلة جدا، بس أنا ما بعرفش أتفرج على حاجات وأنا معدتي فاضية. وبعدين ما باكلش لوحدي يعني. تتغدي؟ مش هينفع نتغدى مع بعض. بس بصراحة بقى محرج عليا. إيه؟ إيه يا عم أنت مالك؟ بهزر معاكي. أصل عماد أخويا النهاردة أجازة. يوم رجوع أجازة ده بيبقى يوم عيد عندنا. أما محمود جارتنا بتعمل له ملذة وطب. ملذة وطب؟ هو خاطب بنتها ولا إيه؟ لا هفهمك. أم محمود دي جارتنا من يوم وعينا عندنا، من ساعة ما ماما ماتت وهي اللي دايما بتاخد بالها مننا لما بابا بيكون في الشغل. يعني تقدر تقول كده زي أمي يعني. جميل، بالهنا والشفا، بس المرة الجاية مفيش أعذار. وريني بقى التصميمات اللي على معدة فاضية دي. ماشي.